كل يوم في حياتنا بنمر بكتير من الأحداث، بس في ناس مرت بحاجات ملهاش تفسير. أنا هحكي لكم الأحداث دي من على لسان أصحابها زي ما هم حكوها لي في وقائع حقيقية. في البداية كنا متجمعين عشان نلعب ويكا، كان كل واحد مننا عنده أسئلة كتير منتظر الإجابة، وكنا مجهزين كل حاجة واحنا بنسأل الروح هي حضرت ولا لأ. جاوب اه، بس بعد كده استغربنا من حاجة، انه مرضيش يجاوب على اي سؤال تاني، وكل ما نسأله انت حاضر في المكان كان يجاوب اه. استغربنا جدا وسألنا هو انت روح ويجا؟ في اللحظة دي لقينا الألم بيتحرك على لأ. استغربنا جدا وترعبنا، بس لقينا كل حاجة حوالينا بتتزلزل، كان في ترابيزة لقيناها بتتقلب وكل حاجة بتقع، كنا سامعين صوت صريخ وفجأة وكل اللي معايا حسوا ان هما بيتضربوا، فضلوا يحاولوا يجروا بس ما كانش في ابواب، كانوا حاسين ان في حد بيضربهم جامد، بس انا كنت واقف في مكاني بتفرج خايف جدا ومش قادر اتحرك ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وفجأة شفتها. ما كانتش كبيرة في السن، كان تقريبا عندها 35 سنة، بس كانت جميلة جدا، وشفت ست عجوزة شكلها بشع جدا قاعدة على الأرض وزي ما تكون بتعد فلوس. استغربت هو أنا إيه اللي أنا شايفه ده، وفي نفس الوقت أصحابي ما بطلوش صريخ، كانوا بيضربوا جامد، لقيت الست العجوزة دي مدفرة سلكين وعاملاهم زي كرباج وقامت، ولقيتها هي اللي بتضرب أصحابي، ولقيت البنت بتقرب عليا وحسيتها كأنها بتطلب مني ان انا ساعدها في حاجة، بس انا ما كنتش فاهم اساعدها في ايه بالظبط، وفجأة كل ده اختفى من قدامي، ولقيت اصحابي قاعدين زي ما هم وبيقولوا لي ايه يا عم انت سرحت فين؟ قلت لهم ايه؟ قالوا لي احنا من بدري قاعدين ننادم عليك. قلت لهم انا مسهول كده؟ هو انتوا مفيش حد ضربكم؟ قالوا ليه مالك انت الجو اثر عليك ولا ايه؟ قلت لهم انا شفت حاجة غريبة، لقيتهم كلهم بيقولوا لي يا عم بطل اشتغالات، هي افلام الرعب اثرت عليك يا ابني، الكلام ده بس في الافلام مفيش حاجة اصلا كده. قلت لهم انا شفت ان انتوا بتضربوا، فضلوا يضحكوا. قلت لهم الروح اللي في المكان بتحذركم، لو فضلتوا في المكان تاني هي هتضربكم. واحد منهم ضحك بصوت عالي، وفعلا ابتدى كل حاجة تتزلزل، ولقيتهم بيجروا وهم بيتضربوا، فعلا هم حاسين ان في حد بيلسوحهم بس هم مش عارفين هو فين، وانا كنت شايف الست العجوزة وهي مدورة الضرب فيهم، وانا واقف وبشوف اللي بيحصل. فضلوا يطلبوا مني ان انا ساعدهم، وانا كنت عايز اساعدهم بس مش عارف اعمل ايه. في اللحظة دي شفتها تاني، بس المرة دي مسكت يدي ودخلنا اوضة وشفت فيها الست العجوزة دي، كانت عاملة في سريرها زي صحارة ومليها اشويلة مليانة فلوس عملات صغيرة، ولقيتها ماسكة شوال وقاعدة ترص العملات فوق بعضيها، وبعدين لقيتها بتدخل الشوال جنب مجموعات كبيرة من الأشوال تحت السرير، وكانوا مترتبين بطريقة وكلهم متكدسين مليانين فلوس، ولقيت البنت بتقول لها ما كفاياكي تكنيس كده،
بصت لها كده وقالت لها: انتي مش فاهمة حاجة، البنات يوم ما بيتولدوا الظلم بيتولد في رجليهم، احنا بنتولد بيتقفل علينا باب البيت ونفضل نحلم بالعريس واليوم اللي هنفرح فيه، بس احيانا ممكن ما يجيش، ونفضل عايشين كده على امل لحد ما يروح كل حاجة وما يبقاش معاكي غير الفلوس، الحاجة الوحيدة اللي هتسندك، ولا عايزة تبقي هبلة زي امك الله يرحمها وتاخدي واحد يشغلك في الحرام عشان تصرفي على كيفه، ولما تموتي يسيب الاغراب يدفنوكي. اسمعي يا بنتي نصيحة خالتك، انا بوعيكي للحياة وكل اللي تحت السرير ده بتاعك انتي، وعايزاكي تعملي قد اضعاف اضعاف عشان ما تحتاجيش لحد في يوم من الايام، وهم دول اللي هيدفوكي، اوعي تضعفي قدام راجل. انا دلوقتي مع اني عارفة ومتأكدة ان شكلي وحش ويقرف اي راجل، بس بفلوسي بجيب الراجل اللي انا عايزاه وهو ما بيتحكمش فيا، انا اللي بتحكم فيه، ولما بزهق منه بطرده طردة الكلاب. لقيت البنت بتصرخ وبتقول لها: انت ميتة وعايزاني اموت معاكي. لقيت الست العجوزة بتقول لها: طب غوري من وشي. وفعلا البنت مشيت، بس لقيت الست العجوزة قاعدة على السرير وفضلت تبكي. طلعت من تحت مخدتها صورة قديمة قوي لشاب وفضلت تبصله وتبكي بحسرة جامد، وحسيت بكآبة في روحي، كآبة شديدة جدا. بعد شوية كان في صوت خبطات، بصيت لقيت اتنين دخلوا. الست العجوزة اتعدلت وقالت لهم: جايين عشان تورثوني بالحياة؟ ايه اللي جايبكم تاني؟ ولقيتهم هما بيبصولها ومش راضيين ينطقوا ولا كلمة. كان في واحد ماسك ورا ظهره سلك كان بيقرب لها. قالت له: بلاش تبقى أغبية، بلاش تبقى أغبية. قالوا لها: احنا سينا منك وانت مش راضية تموتي ومكنزة على قلبك كتير، واحنا محتاجين اللي انت مكنزاه. في اللحظة دي لف السلك حوالين رقبتها وفضل يخنق فيها، بس هي ما كانتش بتقاوم، كانت مستسلمة كأنها مستنية اللحظة دي من بدري، لحد ما دخلت البنت وشافت كده. في اللحظة دي الست العجوزة بس ابتدت تقاوم، ابتدت تحاول تبعد السلك عن رقبتها، كانت متمسكة بالحياة جدا. الشخص التاني مسك البنت من رقبتها وقال لها: بلاش بلاش اموتك معاها. قالت له: انت مستحيل تكون ابن خالي. قال لها: انت ما عشتيش اللي احنا عشناه، احنا محتاجين فلوس. الست الكبيرة ماتت اول ما البنت شافت كده، فضلت تضرب فيهم وهي مش حاسة، لحد ما واحد منهم طلع سكينة وفضل يغصها لحد ما وقعت على الارض ميتة. في اللحظة دي لقيت التاني بيجيب اشويلة وبيحط الجثتين فيهم وشالوهم هما الاتنين وحطوهم على تروسيكل ومشيوا بيهم. ولقيتهم طالعين على حتة غريبة كده، مكان زي ما يكون مطحن، ايوة ده مطحن حبوب قديم. ولقيتهم بيدخلوا الجثث وظبطوا الحجر بتاع الرحايا، ولقيتهم بيحطوا الجثث تحت الحجر بيخلوا الحمار يلف عشان الحجر يفرم الجثث. وفعلا الحمار لف وفضل يلف بسرعة والحجر فرم الجثث، مبقاش منها غير شوية تراب، مبقاش في اي ملامح للجثث تاني. في اللحظة دي انا شفت الست العجوزة والبنت، شفتهم وهم بيرجعوا، بيرجعوا بارواحهم للمكان اللي هم اتقتلوا فيه. شفت الاتنين دول لما حاولوا يدخلوا الشقة، الست العجوزة وبنتها فضلوا يضربوا فيهم ومنعوهم من ان هم يدخلوا الشقة دي. هي دي الشقة اللي احنا قاعدين فيها، اصحاب الشقة دي اجروها لنا يوم. والغريبة ان الشقة فعلا كان واضح عليها ان هي مش مسكونة من فترة طويلة. انا كده فهمت، بس مش هقدر اثبت اي حاجة، انا مش عارف اساعد الروح دي ازاي، بس انا متأكد ان في طريقة. ولقيت نفسي فقت وتمشيت في الشقة ودخلت الاوضة اللي كان فيها الفلوس وبصيت تحت السرير، لقيت الاشولة سبتها زي ما هي،
لاني كنت عارف ان روح الست العجوزة لو شك 1% ان انا حرامي كانت ضربتني، وهي بترفض ان حد غريب يقرب من الكنز اللي هي خبته وجمعته حياتها كله، وبتطالب بالقصاص من اللي قتلوها. ادركت ان اصحابي كلهم برا الشقة من بدري، اتصلت عليهم وعرفت ان هم خدوا العربيات ومشيوا اصلا من المكان ده. سألت صاحبي اللي اجر الشقة دي وقلت له انا عايز اجر الشقة دي يوم كمان، قال لي انت مجنون، هو انت عشان ما اتضربتش؟ احنا اتضربنا بجد، انت عبيط. قلت له قول لي على الناس اللي اجرت لك المكان ده وملكش دعوة. قال لي بص، انزل من الشقة اللي انت فيها دي وامشي لاخر الشارع، هتلاقي فيه زي مطحنة حبوب قديمة، هتلاقي فيه 2 قاعدين قدامها، هم دول، اديهم المفتاح واجر الشقة زي ما انت عايز، انت حر، بس احنا مستحيل نيجي معاك تاني. قلت له شكرا. في اللحظة دي ظهرت البنت قدامي تاني، ما اتحركتش، فضلت واقفة وتبص لي. ما كنتش فاهم هي عايزة تقول لي ايه بالظبط، بس كنت حاسس ان هي بتطالبني ان انا اكشف الحقيقة واجيب لها حقها، بس انا ما كنتش عارف ازاي. ولقيتها بتبكي، بتبكي بحرقة. في اللحظة دي حسيت ان انا مسؤول ان انا ارجع لها حقها، هي وخالتها. ولقيت خالتها قدامي، شفتها وهي بتخرج من بيت قديم، بس كانت اصغر سن كتير من اللي انا شفتها عليه. كانت سايبة وراها تقريبا دي امها بتتلوى من الالم وهي بتلف الطرحة وبتطلع من البيت. بعد ما بعدت عن البيت ده بكام شارع لقيتها بتمد ايديها بتقول للناس حاجة لله، امي تعبانة، ولقيتها فضلت تعمل كده. بعد شوية شفت راجل واضح عليه ان هو كان سكران، هي اول ما شافته خدت بعضها وجريت، بس هو فضل يجري وراها ملحقهاش، وهي كانت رايحة ناحية صيدلية، وفجأة هو طلع عليها ومسكها وفضل يضرب فيها جامد وتقول له يابا حرام عليك، امي محتاجة الدواء هتموت. وقال لها هاتي فلوس يا بنت الكلب، يا مش هسيبك. فضل يضرب فيها بجنون، وهي طلعت له الفلوس، حط يده جوه هدومها بطريقة قذرة جدا، مهتمش انه كده بيعري جزء من جسم بنته، كل اللي همه كان ان هو ياخد الفلوس وخلاص. ولما اتأكد ان هي معهاش فلوس تاني سابها ومشي. فضلت تعدل هدومها وهي في قلب الشارع، ولقيتها قامت وكملت ناحية الصيدلية، ولقيتها بتطلب من الصيدلي الدواء وهو بيبص لها كده وقال لها انت معكيش فلوس؟ قالت له ادي الفلوس، وفعلا طلعت الفلوس كانت مخبياها على شراب كانت ربطها على رجلها من فوق. خدت الدواء وجريت على امها، بس الست كانت ماتت، ماتت من الالم. شفت ملامحها وهي بتتغير، سنها كبر، اللحظه دي كانت فارقه جدا في حياتها. البنت الجميله اختفت، حسيت ان وشها اتكرمش كانها كبرت 100 سنه. بعدين شفتها وهي بتشحت في الشوارع والعمر بيجري بيها، بس كانت متعودة انها تروح تبص على واحد وهو شايل حاجاته وطالع بيته، كانت تبص عليه وتداري دموعها وتكمل سكتها في الشحاتة. جمعت الفلوس دي كلها وحطت روحها فيهم، الفلوس دي ملعونة لان هي مش هتتنازل عنهم. انا فهمت ده، بس استغربت جدا لما لقيتها بتبصلي وبتطلع اشولة الفلوس وبتديهالي، بتشاورلي على البيت اللي هي كانت بتقف قصاده وعلى الراجل اللي هي كانت بتبصله. انا فهمت ان هي بتحملني امانة ان انا اوصل للراجل ده الفلوس. اختفوا هما الاتنين من قدامي، ولقيت نفسي بمسك اول شوال للفلوس وبشده يطلع من تحت السرير، وفعلا طلع. وساعتها فهمت ان هي راضية وان هي متأكدة وواثقة اني هنفذ وصيتها، ونقلت الاشولة للعربية بتاعتي تحت. بعد ما خلصت وقفت قدام باب الشقة وقريت لهم الفتحة ورجعت لعربيتي تاني، واتصلت بالشرطة، بلغت عن جريمة حصلت
في مطحن الحبوب القديم، وان انا شاهد عليها، وان في جريمة قتل حصلت وهم خاطفين 60 وقتلوهم هناك. فضلت واقف بعيد عن المطحن لحد ما لقيت الشرطة جت. ظهرت لي البنت، كانت جميلة جدا ومبسوطة جدا، كانت ملامحها فرحانة. حسيت في اللحظة دي ان روحها ارتاحت خلاص. خدت بعضي ومشيت، وفضلت الف عشان اشوف مكان شبه المكان اللي هي وريتهولي عشان اعرف بيت الراجل ده فين، لحد ما اخيرا لقيته. وقفت قدام البيت وانا مش عارف هقول للراجل ده ايه، انا حتى معرفش اسمه، بس لقيتها قدامي وهي مبسوطة، وده اللي شجعني ان انا اطلع. وطلعت وما كنتش حاسس نفسي ان انا طالع على السلالم، لا انا كنت حاسس نفسي ان انا متشال وطاير، ومعرفش ازاي بس لقيت نفسي واقف قدام الشقة اللي هو ساكن فيها. خبطت وفتح لي راجل عجوز بيقول لي عايز مين هنا يا ابني. وقفت مش عارف ارد عليه، بس انا شايفها كانت واقفة وحاضرة. قلت له بص انت ليك عندي امانة. قال لي امانتي يا ابني وانت عرفت منين ان هي لي انا؟ قلت له انا هحكي لك الحكاية بس ارجوك تعالى انزل معايا. ونزل معايا للعربية وريته الاشوالة، وهو لاحظ ان في شوال فيهم كانت شوال جوابات بس مفيهوش فلوس، وجوابات محطوطة بعناية شديدة جدا ومترتبة كويس جدا جوا الشوال. مسك الجواب وفضل يبكي. قال لي انت مين وازاي وصلت لك الحاجات دي؟ قلت له صدقني انا معرفش ازاي وصلت لي الحاجات دي. كل اللي حصل ان انا واصحابي كنا مأجرين شقة عشان نلعب فيها لعبة لمدة ليلة واحدة، واحنا بنلعب ظهرت لنا الست اللي كانت بالك الجوابات دي، هي وبنت اختها. قال لي ظهرت لكم هي؟ قلت له اه هي ماتت. فضل يبكي، وفي اللحظة دي شفتها كانت واقفة وراه بتطبطب عليه، حسيت بيها جدا، ودي كانت اخر مرة اشوفها فيها، مع اني رحت الشقة دي اكتر من مرة على امل ان انا اشوفهم تاني، بس ما حصلش. ولحد دلوقتي اصحابي مش فاهمين هما اتضربوا جوه الشقة دي ليه، وفاكرين ان هما وهما بيلعبوا ويجا في روح حضرت وكانت بتحاول تلبسهم، ومش فاهمين لحد دلوقتي هي ليه الروح دي ما ضربتنيش انا. عايز اقولك ان كل حاجة اتقالت في الحلقة دي هي فعلا حاجات حصلت مع ناس ممكن تصدقها، ممكن تشوف ان هي امور مش معقولة، بس ده اللي حصل واكيد ملوش عندي تفسير. ودي كانت وقائع حقيقية.